السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني النهاردة فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله كده بره، كان عندي ميعاد عند الدكتور وعملنا تحاليل وكده، فقلنا لقينا الكورنيش فتح وقلنا نخرج نقعد شوية كده على الكورنيش، بالرغم ان النهاردة الجو حر قوي، بس ايه خير. اول مرة من كام سنه ما خرجتش نقعد على الكورنيش، يعني كان مقفول للتجديدات اللي كانت بتتعمل فيه وكده، فاخيرا فتح اهو زي ما انتم شايفين، وبقى حاجه تانية ما شاء الله وتظبط. فقلنا ايه نقعد كده شويه وبعد كده نروح. بس طلبنا بقى العربيه، وقلت على بال ما تيجي العربيه اقعد اتكلم كده معاكم شويه، وحشتوني. وادي لي زمن ما طلعتش معاكم خالص، طبعا بسبب تعبي، اللي عارفني عارف ان انا تعبانه دي لي فتره. بس وخير ان شاء الله، ادعوا لي كده الفتره الجايه ان شاء الله نفضل مع بعض دايما وما اقطعش عنكم خالص بامر الله. معلش بقى ان انا ما كنتش معاكم الفتره اللي فاتت، ادعوا لي كده ربنا يقومني بالسلامه ويشفيني ويبعد عني الوحش ويكمل لنا على خير ويرزق كل مشتاق يا رب، اللهم امين. ويبعد عننا الضغط العالي، عشان ضغطي عالي ومسبب لي مشكله الحمد لله. المهم انتوا عاملين ايه؟ طمنينوا عليكم، وعايزين ننزل لكم ايه فيديوهات اللي ان شاء الله الفتره الجايه ننزلها ان شاء الله مع بعض. وان شاء الله النهارده هنكمل ريفيو الخروجه الجميله دي. انا كنت هصور من الاول، بس ايه كنت تعبانه ما حبيتش اصور بقى عند الدكتور ومعمل التحاليل وكده، فقلت لما اروح مكان كده ينفع اصور فيه، يعني عشان اديكم طاقه ايجابيه. فما فيش احسن من الخضره والنيل، اهو ورايا شايفين، او قدامي مش ورايا، اهو شايفين النيل والخضره، يبقى ما فيش غير ايه الماء والخضره والراجل حسن طبعا، وانا وجهي حسن صح، والاخت رؤى مش سايباني في حالي، بتاكل مش مستنيانا نتغدى مع بعض نفطر. يعني انا والله لحد دلوقتي، احنا المغرب دلوقتي، لحد دلوقتي انا ما فطرتش، يرضي ربنا. ده يا دوب نزلنا بدري بدري عشان نلحق الدكتور ومعمل التحاليل وكده، عشان من بدايه الحمله انا ما عملتش تحاليل خالص، وعندي يعني الدنيا بايظه شويه، عندي الضغط ويعني شويه مشاكل كده. ربنا يبعد عنا الوحش يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب الذريه الصالحه، ويعافي كل مبتلى، ويبعد عنا الوباء والبلاء بامر الله. يلا اسيبكم دلوقتي وانا طالعه من هنا من المنيا ان شاء الله، هفتح معاكم تاني بامر الله، نشوف هنعمل ايه بقى النهارده ان شاء الله. الله وخلاص بقى روحنا، قلت بقى نقعد في الجنينه شويه لان النهارده كله حر، وشايفين خلاص احنا بقينا الساعه كام دلوقتي بعد المغرب، الجو النهارده حر، فانا فوق طبعا هيبقى حر، في البيت هيبقى حر، فقلت ايه نقعد عشان الجو حر، فانا عندي امل ان الجو يتعدل شويه ويبقى في شويه هواء، فبدل ما نطلع بقى الحر خلينا نقعد ايه في الهواء شويه ونفطر. هو المفروض غدا، بس الناس اللي ما فطرتش بالنسبه لها فطار، اللي هو زي اللي زي كده يعني.
بس ف جبنا كشري وقلنا ايه نفطر مع بعض كده في الجنينة. هوريكم الجنينة، مفيش حد قاعد فيها خالص عشان محدش يقولي كورونا. انا كمان بخاف من كورونا جدا، ربنا يبعد عنا الوباء والبلاء يا رب، اللهم امين. هوريكم بقى الجنينة، وشايفين احنا في الشارع اهو، شايفين اهو شق الشارع. بس يلا هنتغدى بقى وارجع لكم تاني.